بلدنا جميلة بكل ما فيها. عندنا ببقى فخورة جدا مثلا لما اتفرج على قناة تكون قناة مش مصرية وتكون مثلا متخصصة في الأفلام أو في الدراما، ولاقي ان يعني تقريبا 90% من الأفلام أو من المسلسلات اللي بيعرضوها مصرية، و10% بس حاجات كده بتحمل جنسيات أخرى غير مصرية. الفن المصري الأصيل جميل جدا جدا، ودايما فيه ابتكار، ودايما عندنا عمالقة. وامبارح فقدنا الفنان العظيم ممدوح عبد العليم، ربنا يرحمه. الراجل ده كان محترم جدا، فنان راقي ومهذب، سيرته الفنية بيضاء بكل أعماله، وحتى بوجوده في الوسط الفني كان وجود ناصع البياض زي ما بيقولوا، ما فيهوش اي شوائب، كان دايما بعيد عن الاشاعات او عن هذا الوسط بكل ما يحمله من يعني من شائعات ومن ملامح قد تكون غير مناسبه حتى لاي شخص عادي، ولكن هو كان دايما له وضع خاص. وتوفى يعني الى رحمه الله عنده 60 سنة، راجل كان في الجيم، كان محافظ على صحته، كان دايما بيحاول يكون موجود في كل المناسبات مع كل الناس، وكان مقل جدا من أعماله في الفترة الأخيرة، ولكن كان موجود طبعا بسيرته العطرة وبأعماله السابقة. أنا شخصيا ما أقدرش أبدا أنسى رامي قشوع، ربنا يرحمه يا رب ويثبته، ودايما مصر ولادة، وإن شاء الله عمرنا ما هننسى أبدا الفنانين اللي سابوا علامات استحالة تتنسي على مر السنين. خلينا بقى نشوف شاعرنا النهاردة محمد عسل هيقول لنا ايه ويسمعنا شعره الجميل. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير. هتسمعنا شعر النهارده باللغه العاميه ولا الفصحى؟ لا هنتكلم طبعا بقصيده عاميه عن الغاليه مصر ومنا كلنا. اتفضل. القصيده بتقول: أنا مش بس لعينيكي هكون فنان، أو أكتب شعر يتزين في ألف ديوان، أنا علشانك أنت يا مصر هكون عايش ملاك إنسان، وأخلي مشاعري وحروفي تلف الدنيا والبلدان، يقولوا الناس أهو المصري حروفه جميلة فيها أمان، أنا ممكن عشان خاطرك أكون لك شيء ما كانش كمان. أكون نسمة هوى فجرك، أكون صوتك في كل أذان، أكون فرحة ليالي العيد، وأكون لمة فطار رمضان، أكون في كنيسة إنجيلك، وأكون جامع وفيه قرآن، أكون مركب أنا في نيلك، وراديو فيه أغاني زمان، أكون زرعك وأكون طينك، في نفس الوقت أنا الغيطان، أنا جيشك حلفت بربي أحميكي، وصبح وليل أكون بايس على إيديكي، وأكون واقف على حدودك أسد سهران، ولو باعك يا غالية رخيص هكون السجن والسجان، أنا مصري وحب الخير في تكويني، فيبقى إزاي أهين إنسان، وعندي النيل بيرويني ويكفيني، فيبقى ازاي اكون عطشان وعندي الجيش اسد واقف بيحميني، فيبقى ازاي اكون قلقان، انا مصري ومتعلم انا في ديني، احب الناس في كل زمان، انا عالم ورافع اسمك انت لفوق، انا فلاح ومعجون قلبي طيبه وذوق، انا عامل في كل ميدان، أقول لك إيه عشان أرضيك يا أمي، أنا كاتب حروف اسمك هنا بدمي، في قلب وريدي والشريان، أنا مولود ومتربي هنا في حضنك، وشارك فيكي قلبي أمان، أنا اتعلمت أحميكي وصون عرضك، وحالف أعيش بدون أحزان، أنا داخل مسابقة شعر في عينيكي، وقلت كلام لكن عمره ما يكفيكي، ولا يكفي كلام إنسان، ولا يكفي كلام إنسان. الله عليك، أحسنت، وشعرك جميل ومعبر جدا جدا عن مصر. أنا بشكرك شاعرنا الجليل محمد عسل، شكرا جزيلا ليك. ودايما لو أي شاعر عايز يتكلم عن مصر لازم يتكلم عن حاجتين أساسيين جدا جدا في مصر: عن جيش مصر وفلاحي مصر. من غيرهم مصر مش هتبقى بنفس المكانة، مصر مش هتبقى بنفس القوة، لأن اللي بيحمي مصر
هو الجيش واللي بيخدر ويزرع ويبني مصر، طبعا هو الفلاح المصري. تحية للقوات المسلحة ولكل مزارعي مصر في كل مكان. خلينا نشوف النهاردة أخبارنا إيه، وأول خبر بيقول مصر بوابة التكنولوجيا ومركز الإبداع بالمنطقة. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الفائق بدعم المجتمع العلمي وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، بوصفه قطاعا واعدا يسهم في زيادة الدخل الوطني ويرتقي بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وأشاد السيسي بالدور الذي تتطلع به شركة مايكروسوفت العالمية في هذا الشأن خلال استقباله أمس لسانتيا دانييلا الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وعدد من قيادات الشركة بمصر. معنا تعليقا على هذا الخبر دكتور فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا ستي. اهلا وسهلا. تعليق حضرتك على الخبر ايه؟ انا ما سمعتوش الحقيقه، فيا ريت تقولوا لي. خبر بعنوان مصر بوابه التكنولوجيا ومركز الابداع بالمنطقه. أيوة. الموضوع ده موضوع كان مفروض من زمان جدا، يمكن من ايام رئيس مبارك، وكان بدا في نفس المنطقه اللي بدا فيها دلوقتي انك تعمل حاجه وقت التكنولوجيا، ومصر مؤهله لذلك. لان انا عندي عدد كثير من الشباب، وهو الشباب هو القادر اكثر على تطوير التكنولوجيا بذهن متفتح. في اجراءات حاجات يعني نوع من انواع الاعمال تمت منها قريه ذكيه اللي عملها اللي اتعملت ايام الرئيس مبارك. بياتي الرئيس سيسي الان لتكون التقدم التكنولوجي في مصر هو نوع من انواع المحاور الرئيسيه في الفتره القادمه. فهو مقابلته اللي تمت امبارح رئيس شركه مايكروسوفت مع الوزير، ده لتنسيق تعاون الشركة، وهي أكبر الشركات العالمية، مع مختلف القطاعات. صحيح. الحقيقة دي فعلا لو تمت، وأنا بعتقد إنها هتتم إن شاء الله، بتغير وجه مصر خالص. لأن أنت تشوفي دولة زي الهند، ما غير وجهها هو التقدم التكنولوجي فيها، واستخدام التكنولوجي وتصدير التكنولوجيات، خاصة وإنها لا تحتاج إلا إلى عقول بشرية. يعني السوفت وير أو البرامج أو البرمجيات، ده أمور ما بتحتاجش لوعدات ولا استثمارات إلا استثمار بشري. صحيح. للناس هذا الاستثمار يعني بيحدث آثاره في شكل تراكم رأسمالي غير متصور. طب دكتور، بما ان حضرتك اتكلمت على الكفاءات البشرية، هل احنا عندنا يعني كوادر تقدر فعلا انها تعمل على تطوير مجال التعاون ما بيننا وما بين مايكروسوفت بشكل طبعا فيه فايدة كبيرة جدا لمصر، ولا محتاجين للتدريب ونعمل ابديت زي ما بيقولوا كده لمعلوماتنا؟ لعلمك التعاون بيننا وبين مايكروسوفت يعني قايم من فترات طويلة، ودلوقتي مبادرة الرئيس الحقيقة شجعتهم على الإقدام أكثر. ومنهم هنا مركز كبير موجود في قرية ذكية. والحقيقة عشان معلومة ليكي إنتي، في 20,000 شاب هندي سنويا بتاخدهم مايكروسوفت. تمام. اذا احنا بتاخد من عندنا 3,000 واحد سنوي في فروعها المختلفه في العالم. انا بتصور ان هم دول ثروه حقيقيه، لان هم لما بيحتكوا بالتكنولوجيا في خارج مصر المتقدمه في خارج مصر، بيرجعوا تاني ويكونوا هم
مفكرين وانطلاقة كبيرة جدا طبعا بالنسبة لصناعة التكنولوجيا في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي على هذه المعلومات، وأتمنى إن شاء الله أنه فعلا في الفترة اللي جاية التعاون ده يكون تعاون مثمر ما بين مصر وما بين شركة مايكروسوفت، لأنه ده زمن التكنولوجيا يعني البحت زي ما بيقولوا، فما ينفعش أبدا أننا نتهاون في هذا التطوير، وأننا فعلا يكون عندنا كوادر، ولو بياخدوا من الهند 20,000 فاحنا بياخدوا من عندنا 3,000، لا احنا نكون اكتر باذن الله، والموضوع مش في الكم ولكن احنا عندنا عقول ما شاء الله مفكره ومبدعه في كل المجالات. الخبر اللي جاي بعنوان مشروع 1.5 مليون فدان كنز والمياه الجوفيه بتكفيه لمئة عام، خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن هذا الخبر. وصف الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائيه مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بالكنز، مؤكدا أن مخزون المياه الجوفية للمشروع تكفي إلى 100 عام، وأوضح أن المشروع مجتمع عمراني متكامل وأن الدولة لن تتكلف منه شيئا، فالمنتفع والمستثمر هو من سيتحمل كافة تكاليف المشروع وسيحقق طبعا فائض للدولة. ده خبر مهم عشان الناس اللي بتشكك في مدى إمكانية استمرار زراعة 1.5 مليون فدان، وبنقول احنا هنجيب مية منين والحكاية والرواية وسد النهضة وأزمة مياه النيل، لا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايما مخلي مصر فيها خيرات، بالإضافة طبعا إلى أهم خير عندنا موجود هي المياه الجوفية، ويمكن شفنا في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأولى خطوات هذا المشروع أنه كان بيطمن على كل حاجة بنفسه، والحقيقة أنا كنت معجبة جدا زي أي مصري بأنه هو مش بيتابع بس الموضوع من الخارج، ولكن راح وشاف الأبار وشاف مياه الري بنفسه، بالإضافة طبعا إلى الجهات المسؤولة اللي بتتابع هذا المشروع خطوة بخطوة. الخبر اللي جاي بعنوان فتح أسواق جديدة أمام صادرات المنتجات الزراعية، خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن هناك مباحثات بين سلطات الحجر الزراعي المصري وسلطات الحجر الزراعي بأندونيسيا واليابان والصين وأمريكا، وده طبعا لبحث الموقف الفني لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح العنب، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن الحجر الزراعي بيعتبر هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن صادرات المنتجات الزراعية للخارج، حيث أن المنتج المعد للتصدير بيتم فحصه بشكل جيد لا يقبل أي ملاحظات. إجراءات مشددة لمتابعة الأمراض الوبائية في الإنتاج الحيواني والداجني، ده عنوان خبرنا اللي جاي. قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يجرى حاليا استكمال تنفيذ برنامج التقصي النشط لمتابعة الحالة الوبائية للأمراض الحيوانية والداجنة لرصد أي حالات اشتباه، موضحا أنه يجرى أيضا تنفيذ برنامج التعامل الصحي السليم مع البؤر للتأكد من تطبيق قواعد الأمان الحيوي في مزارع الدواجن المرخصة، بالإضافة طبعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المزارع العشوائية التي فقدت اشتراطات الأمان الحيوي للحفاظ على الصحة العامة. وده طبعا شيء مهم جدا لأننا في فصل الشتاء دايما بيكون في نسبة أكبر من الإصابة بأنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، وإحنا على قد ما بنقدر بنحاول طبعا أننا نخلي بالنا من كل التفاصيل، طبعا بالإضافة إلى وجود مزارع كتير فعلا مخالفة للاشتراطات، وأبسطها حتى أن المزارع دي ساعات كتير جدا مش بتركز في كيفية نقل الدواجن، أو حتى بأنها تسيب الكيلو المسافة اللي المفروض تبقى ما بينها وما بين المزرعة الأخرى، بالإضافة حتى إلى كيفية التعامل للعاملين داخل المزرعة مع الدواجن، بيبقى فيها هفوات كتير جدا، حتى لو هفوة صغيرة ممكن لا قدر الله تؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل كبير، والأمراض الوبائية يمكن بتنشط في فصل الشتاء. عشان كده يعني أنا بشكر هيئة الحجر الزراعي على الدور النشط جدا والواعي اللي بتقوم به تحديدا في هذا الوقت الحرج. 1.6 مليون طن صادرات مصر من الفاكهة خلال عام، خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الثلاثاء أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة بلغت عام 2015 مليون و605 ألف طن، محتل المركز الأول في الصادرات، بتليها الخضروات بواقع مليون و102 ألف طن. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت أنه تم وضع خطة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات، تحديدا صادرات مصر من المنتجات الزراعية، لأكثر من 10 ملايين طن خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد إطلاق مشروع 1.5 مليون فدان. الموضوع ده مهم جدا، وخصوصا ان احنا عندنا مزارع مؤهلة بدرجة كبيرة جدا جدا انها تكون فقط مزارع تصدير. احنا عندنا بعض المنتجات اللي بتطلب بالاسم، مصر يعني محتلة فيها المركز الاول بجدارة، على رأسها يمكن كمان بعيدا عن ذبابة الفاكهة والمشاكل اللي حصلت، احنا الموالح المصرية معروفة جدا جدا، البصل المصري، القطن المصري، عندنا منتجات كده تريد مارك او يعني ماركة عالمية او ماركة مسجلة بتحمل الشعار او الاسم المصري، بتطلب بالاسم. فلازم فعلا نكون على نفس المستوى ده. ما انساش ابدا المزارع اللي نزلت صورت فيها في برنامج كنت بقدمه لحضراتكم على مصر الزراعية، اتشرفت طبعا بتقديمي للبرنامج ده، كان برنامج اسمه طبقا للمواصفات، كنت بروح. والبطاطس كمان مش هنسى، انا شفت مزرعة بطاطس كانت يعني البطاطساية عبارة عن ذهب، زي يعني كنا بنجيبها من الأرض كده، فعلا عبارة عن قطعة من الذهب، مستوى عالي جدا من الجودة، اشتراطات فنية راقية جدا. في بعض الدول بيكون ليها مواصفات صعبة قوي قوي قوي، ولكن احنا ما شاء الله حتى لدرجة النقل والفرزنة، أو ان احنا نخلي الحاجات أو المنتجات بتاعتنا محفوظة بشكل سليم جدا من المزرعة لغاية المطار، وحتى أثناء وجودها في الطيارة بره بيفكروا بشكل دقيق جدا جدا، وإحنا دايما بنكون على المستوى اللي بيطلبوه، وده اللي بنأمله بإذن الله أننا نركز فيه في الفترة اللي جاية بشكل أكبر، ويكون عندنا كتير جدا من المزارع المؤهلة للتصدير، وإن المنتج المصري بقى اللي بيتقدم للمواطن المصري. يمكن كل ما بتيجي حكاية التصدير ببقى غيرانة جدا، نفسي ناكل أكل على نفس المستوى اللي بنصدره، وده برضو في إيدين إخواننا المزارعين، وبنأمل منهم كل ما هو بإذن الله يليق بينا وطبعا بمصر. التجار بقى مستمرون في خفض الأسعار، وده شيء مبشر للمستهلك. أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك استجابة حقيقية من التجار لمبادرة خفض الأسعار التي تتبناها الحكومة، والعمل على إنجاحها من خلال التنازل عن هامش أرباحهم كمشاركة منهم في دعم ومساندة محدودي الدخل بخفض أسعار السلع والمنتجات، وأيضا إحداث حركة رواج بدلا من الركود والكساد اللذان يسيطران على الأسواق. فعلا الأسعار جت في الفترة الأخيرة على قد، حتى شفنا في الهدوم، احنا كل الناس بتنزل طبعا في الأعياد وفي المناسبات أو حتى في الوقت العادي بينزلوا يلاقوا محلات كتير قوي عاملة تخفيضات وسيل، ولكن برضو بنلاقي الأسعار مرتفعة. ولكن في كل حتى المحلات اللي بتبيع براندات لقيت ان في فعلا تخفيضات لدرجة كبيرة، بالإضافة كمان لبعض المجمعات الاستهلاكية اللي بتقدم الوجبات، مش بس الوجبة التابعة للقوات المسلحة، ولكن حتى الوجبات العادية الحقيقة كان فيها تخفيض كبير قوي. أنا بتمنى إن شاء الله إنه ما يبقاش عندنا أبدا ظاهرة إن الناس اللي بتاكل من القمامة في الشوارع، أو حد زي ما بنسمع كتير إنه ممكن حد ينام من غير عشاء أو يشوف اللحمة والفراخ كل شهر مرة. أنا نفسي المواطن البسيط فعلا يقدر ياخد حقه، لأن يعني دي أقل حاجة مصر ممكن تقدمها لمواطنيها، الأكل بشكل جيد، التعليم، وكمان الرعاية الصحية. بمناسبة الأكل بقى، الخبر اللي جاي عن الجرجير، الجرجير صيدلية متنقلة، خلينا نشوف فوائد الجرجير إيه. الجرجير أوراقه بتزين المائدة وتزيدها قيمة غذائية، وعصيره بينشط الجسم ويعالج الكلف الصداع، بالإضافة إلى أنه هو بيضر البول ويساعد على الهضم. إنه الجرجير،
هذه الأوراق الخضراء زهيدة الثمن صديقة الأسرة والتي تحتوي على فيتامين سي ويود وكبريت وحديد وكالسيوم وفوسفور، بالإضافة طبعا إلى مواد كبريتية. وفي بعض الدراسات أكدت أن المركز القومي للبحوث قال أن احتواء زيت الجرجير على مادة بتقضي على الدهون في الدم، وذلك طبعا لا ولذلك لا نستغني أبدا عن الجرجير كصيدلية متنقلة داخل البيت. حلو ان احنا نرجع للطبيعة، بس اهم حاجة بقى في المنتجات الورقية ان انا نغسلها كويس. وفي بعض الناس يقولك انا هنقعها في مية وخل، ماشي اوكي احنا ممكن ننقعها في مية وخل ونسيبها لفترة، بس في نفس الوقت بعد كده نفتح المية الجارية عليها عشان نحطها في مصفى، ونفتح المية الجارية عليها. خبراء التغذية كانوا دايما بينصحوا بكده، سواء البقدونس، الجرجير، الخس، كل حاجة من المنتجات الورقية نفتح عليها المية عشان أي شوائب عالقة فيها تنزل بسهولة، عشان لو نقعناها الجراثيم والشوائب وأي حاجة مش كويسة هتفضل موجودة فيها. حلو قوي إننا نهتم، وخصوصا الناس اللي بتعمل دايت تاكل سلطة أو بتخسس يعني وزنها، تعمل وجبة متكاملة كده من الأكل، وتحديدا لازم الوجبة الأساسية بتاعتها تكون سلطة. في البداية نشرب الشوربة، بعدين السلطة، نبتدي ناكل، هنلاقي إن في مساحة كبيرة جدا من المعدة اتملت، فمش هناكل بنفس الكمية اللي بناكل بيها كل مرة. أتمنى لكم يا رب كل الصحة وكل العافية. الجرجير كان آخر خبر معانا في نشرتنا الإخبارية. حالا هنروح لجولة سريعة في عالم المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية. نحلب بيوشيد بتنفيذ بمعدلات تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن الخبر. أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بمعدلات الأداء والتنفيذ التي تسير بخطوات ثابتة في مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس لربط الوادي والدلتا بسيناء، بالإضافة إلى فتح أفاق التنمية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل سرعة إنهاء المشروع لما له من قيمة اقتصادية كبرى لمصر. أما عن البورصة فالبورصة بتربح 1.2 مليار جنيه. عادت البورصة المصرية للارتفاع أمس، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال المقصورة حوالي 1.2 مليار جنيه. كانت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب قد اتجهت نحو الشراء بكثافة مقابل البيع للعرب للاستفادة من الأرباح في الجلسة، وبلغت قيمة الصفقات حوالي 612 مليون جنيه. جذب الاستثمارات العالمية لتوفير الطاقة، ده عنوان خبرنا اللي جاي. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر حصلت على مزايا استثمارية وتمويلات من الشركات العالمية لتلبية الاحتياجات لعشر سنوات قادمة، ويتوجه وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الكهرباء ورؤساء ثلاثة شركات لإنتاج الكهرباء إلى ألمانيا الأسبوع القادم، وده طبعا لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وتنفيذ المشروعات والطاقة المتجددة ودعم التعاون المشترك بين البلدين في كافة مجالات الطاقة. شركات الأسمدة بالمناطق الحرة، خلينا نشوف تفاصيل الخبر بشكل أكبر. يستأنف التصدير في بعض المناطق الحرة تحديدا تصدير السماد إلى الخارج بعد قيام الحكومة بخفض رسوم التصدير من 400 جنيه إلى 50 جنيه، مما ساهم في تعويضها عن خسائرها بسبب تدني أسعار الأسمدة في الأسواق الخارجية. ده كان آخر خبر معانا مشاهدينا في نشرتنا الاقتصادية، وحالا هنروح لجولة سريعة في أسعار العملات. وشهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا في الأسعار مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي مشاهدينا بيان بأسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري. هنبدأها دولار أمريكي بيع 7.78 وشراء 7.83، يورو بيع 8.42 وشراء 8.35، جنيه استرليني بيع 11.48 وشراء 11.39،
دينار كويتي بيع 26.75 وشراء 26.42، ريال سعودي 2.8 وشراء 2.7، درهم إماراتي أخيرا بيع 2.13 وشراء 2.11. ونصل مشاهدينا إلى أسعار الذهب، وشهدت أسعار الذهب في الأسواق والمحلات انخفاضا في جميع الأعيرة، ولكم مشاهدينا بيان بأسعار الذهب بالجنيه المصري. ذهب عيار 24 271 و59 قرش، أما ذهب عيار 21 237 جنيه و64 قرش، وأخيرا عيار 18 203 جنيه و7 قروش. وننتقل مشاهدينا إلى أسعار الخضار والفاكهة، ونبدأها بأسعار الخضار طبقا لسوق العبور. طماطم جملة جنيه ونص والتجزئة 3 جنيه، أما بطاطس الجملة جنيه ونص والتجزئة 3 جنيه، بصل جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه، كوسة جملة 2 جنيه والتجزئة 3 جنيه، فاصوليا جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه، باذنجان بلدي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه، باذنجان رومي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه، خيار بلدي جملة جنيه والتجزئة 3 جنيه، أما الملوخية فالجملة جنيه ونص والتجزئة 3 جنيه، وأخيرا التوم جملة 3 جنيه والتجزئة 12 جنيه. وننتقل مشاهدينا إلى أسعار الفاكهة أيضا طبقا لسوق العبور. برتقال جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه، أما الموز فالجملة 5 جنيه والتجزئة 8 جنيه، وأخيرا التفاح جملة 4 جنيه والتجزئة 8 جنيه. مشاهدينا دايما بننهي فقرتنا الاقتصادية بالتفاح، أتمنى أن فعلا النهاردة تكون الأخبار متفائلة ومبشرة، وفي توقعات كتير قوي بتقول أن عام 2016 إن شاء الله يا رب يكون عام جميل على مصر وكل الوطن العربي، وربنا يا رب يديم علينا نعمة السلام وراحة البال. دي أهم حاجة، إن احنا نبقى مرتاحين كده وحاسين بالسكينة والاستقرار في أهم حاجة تخصنا وهي مصر طبعا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نبتدي فقراتنا الحوارية، ولكن بأجمل لون في الدنيا اللون الأخضر.